بس يا جدعان اتفقنا؟ اتفقنا. اهو انا خايفه منك انت يابا. يسمع كلمتين الاول وبعدين نصالحه. يا جدعان عصفور واقف بره وجاي عشان يسترضيك و... بص يا نتاشا، زي ما ابوك كده بيقول، هو لازم يترجلش وياخد كلمتين كده وياخد حقنتين في العضل وبعد كده نسامحه. اللي غلط لازم يتعاقب. ماشي بس بشويش، ده الواد مكسور. يلا يا عصفور. بقول لك يا بنت نتاشا، على السكه وعلى الدغري كده، لو حد فيهم غلط فيا انا هديله بالجزمه. مين ده اللي يستجرى يغلط فيك يا عصفور؟ وبعدين دول ما صدقوا ان انت جاي تصالحه. طب يلا يلا يا جماعه، عصفور جاي اهو يبوس ايديكوا ورجليكوا ويحب على جزمكوا كمان. فيها بخ مالك؟ حتى انت يا صاحبي يا اخويا مش عايز تسامحني؟ لا مش هسامحك يا عصفور، المره دي مش هينفع، انت بعتنا. صحيح ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع. لا عصفور الكلام ده مش هيمشي المره دي. لا انا ضربت الواد ما لقيتش صاحب جدع. اسكت يا عصفور، الموضوع ده بيضايقني. ضربت الواد ما لقيتش صاحب جدع. عصفور صاحبي، صاحب عصفور صاحبي. عمي لو الموضوع يخصني انا مسامح فيه، انما اللي ما اقدرش اسامح فيه هو حق مصر. طب وايه المطلوب يا عم الممثل؟ تعرف يعني ايه مصر يا عصفور؟ طبعا اعرف يعني ايه مصر. انت هتفتي عم هيسه ولا ايه؟ انا قلت طبعا يبقى ما تعرفش حاجه عن مصر. مصر اكبر من كلمه طبعا. مصر هي العبوب في 73 يا عصفور. مصر هي خط بارليف اللي بهدلناه. مصر 3 بطولات في افريقيا. مصر هي امي، منها هو دمي، حتى لوني بني لوني لك يا مصر. انا ما كانش قصدي اغلط في امك يا عم هيسه، ما انت عارف اتضحك عليا. خلاص بقى يابا. يعتذر لمصر اولا. اعتذر لمين؟ لمصر اولا. اعتذر لمصر. انا اسف يا مصر. عصفور حبيبي يا ابني. ابني انت فين يا عم؟ بقول لك يا عم هيثم، ايوه انا كنت عايز منك طلب كده صغير يعني. قول يا عصفوري. انا كنت عايز اطلب منك ايد كريمتك البت نتاشا المعفنه. بجد يا عصفور؟ بجد يا عم هيثم، اما كنتش حجاملك حجامل مين يعني؟ طيب يا ابني ادينا فرصه نسال عليه. خلاص يبقى اعتبرني ما قلتش حاجه. عم هيثم سلام عليك. ما تفتح ما تفتح. بسم الله. يلا الف مبروك يا جماعه، مش عايزين حاجه عشان ورايا مشوار مهم. السلام عليكم. السلام عليكم.